برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وده معادنا مع فقرتنا التانية النهاردة، فقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المنشآت الصحفية من خلال ضيفنا اللي معانا النهاردة عبر التليفون، أستاذ أبو العباس محمد الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. صباح الخير يا أستاذ أبو العباس. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. خليني ابدا مع حضرتك على طول منشطاتنا، والبدايه من نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس واجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وايضا المستشار عمر مروان وزير العدل. المنشط بيقول: السيسي يتابع تطوير العمل في الهيئات القضائيه ويستعرض الاجراءات الاحترازيه المتخذه للوقايه من كورونا في مختلف المرافق. الرئيس يوجه بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الوقاية لحماية المواطنين والموظفين من كوفيد 19. نعم. رؤية حضرتك، اتفضل. طبعا هي متابعة رئاسية مطلوبة ومحترمة. ده بيأتي استكمالا لاجتماع سابق كان قد تم بين الرئيس والمستشار عمر مروان وزير العدل في 28 أبريل الماضي، واللي على أثره قام وزير العدل بعرض نتائج هذا الاجتماع على أعضاء هيئات القضائية، وكان بتتضمن التطوير المنظومة القضائية وميكانتها، وأهم حاجة موضوع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. ده طبعا أمر مهم للغاية مع عودة المحاكم للعمل وازدحامها بأصحاب القضايا وضرورة إنهاء هذه القضايا العالقة منذ فترة ومؤجلة من فترة كبيرة إنها ترجع دلوقتي، وده ما يتمش غير لما يكون هناك تأهيل تمام ومكتمل للهيئات القضائية بقاعاتها مبانيها إلى آخره، فضلا عن أهمية توفير الحماية الكافية والتأمين الكامل لرجال القضاء في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وأعتقد أن من أهم عناصر هذا التطوير اللي ممكن يسارع بإنجاز العديد من المئات القضايا والنزاعات المتراكمة في المحاكم هو التسريع فيما يسمى بالميكنة أو التحول الرقمي، اللي واضح أنه هو يكون طريقة التعامل ما بعد كورونا، اللي بحمل حالة تغيير في كثير من المؤسسات. كورونا يعني بتخلق حالة جديدة، طريقة جديدة في التعاملات في المؤسسات والوظائف الأخيرة. صحيح. وده طبعا على أساسه بيتم تحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة ورفع كفاءة قاعات المحاكم للتسهيل على المواطنين، خاصة في ظل هذا التطور. هذا التطور الرقمي، وزي ما قلت لحضرتك، اللي ممكن يسمى بالتحول الرقمي، اللي جائحة كورونا فرضته على المنظومة القضائية وعلى جوانب أخرى، أعتقد أنه هيساهم بالرقي الشديد في بيئة العمل داخل المحاكم وتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على المعوقات اللي الناس كلها عارفاها، لأن دايما المصريين ليهم مثل بيقولوه ان يعني لما يحصل مشكلة ويقول له روح المحكمة يقول له يلا اديني عمري بقى، باعتبار أن المحاكم أصبحت يعني مثل لحركة السلحفاة في الحركة، وإنه يعني اديني عمر على بال ما تخلص. أعتقد أن مسألة تطوير الهيئات القضائية وهذه المنظومة هو أمر ضروري الآن، اللجوء إلى التحول الرقمي واستعمال الميكنة الرقمية ومسألة التباعد اللي خلقتها كورونا فيما بعد وهتبقى ظاهرة عامة، ده برضو مسألة مطلوب الآن. وأعتقد أن التحول ده بيبشر ببيئة عمل مناسبة للقضاء وللقضاء وتسهيل أكبر لمصالح المواطنين إن شاء الله. أعتقد دي الفايدة الوحيدة اللي خدناها من فيروس كورونا يا أستاذ أبو العباس، إن إحنا يعني نتحول. والله هي فوائد كثيرة، يعني التحول الرقمي والميكنة عن الأضرار، لكنها أشياء كثيرة معطلة، زي التعليم عندنا. يعني صحيح. طارق شوقي زي يعني الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، يعني شوف كلنا شفنا مشكلة التاب في السنوات اللي فاتت، وازاي قعدنا فترات كبيرة عشان نتكلم في موضوع التاب وغيره. كورونا الآن بتعجل من هذه المنظومة الإلكترونية التي تكاد تكون يعني بتنتشر مثل انتشار كورونا نفسه بنفس السرعة بنفس الطريقة. صحيح. طب بشكل عام يا أستاذ أبو العباس، رؤية حضرتك للإجراءات الوقائية والاحترازية اللي بتقوم بها الوزارة أو مجلس الوزراء بشكل عام لفيروس كورونا، هل هي يعني تقوم بدورها بشكل كامل، ولا في بعض التقصيرات في بعض الـ يعني ممكن نقول الـ الـ الالتزامات مش كلها واضحة للناس؟ والله من خلال
يعني من خلال المشاهدة ومن خلال يعني التقارير اليومية ومن خلال زيادة الحالات، بالتأكيد في ثقوب في 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 الموضوع. وبالتالي فكرة المتابعة الرئاسية للموضوع، وإن المحاكم دي بتشهد زحام من الناس، والشهر العقاري أيضا من ضمن الأماكن اللي بيبقى عليها زحام وإقبال شديد، الأمر محتاج نوع من الضبط إلى حد كبير. والمسألة يعني هو الخوف أنه من كتر التعايش مع كورونا فالناس تنسى أنه في كورونا، وبالتالي لا تنتبه إلى فكرة أن هذا الانضباط يجب أن يكون مستمرا، وتلك الإجراءات يجب أن تتطور وفقا للتطور اللي في هذا الفيروس او في السلوك اللي احنا الى حد ما نحتاج يعني ايه ضبط الى يعني ضبط كبير. والاجراءات محتاجه يعني نشوف الدول اللي بدات ترجع للحاله الصفريه عملت ايه بالظبط، واحنا نتحرك في هذا الاتجاه بشكل واضح ومحدد مع المعايشه التي نتحدث عنها، مع تقليل الخسائر الاقتصاديه التي نتحدث عنها، لكن في النهايه يبقى الانسان هو اهم شيء في هذه الازمه وفي هذه الظروف اللي احنا نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يطلعنا منها على خير يا رب. طيب خليني اروح مع حضرتك لمنشط اخر معانا، بيان تحذيري من الأعلى للإعلام بشأن ليبيا وصد النهضة وكورونا. أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بكل صورها وأشكالها بالبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصة عند إذاعة أو نشر أخبار تخص الوضع في ليبيا وسد النهضة والعمليات الحربية التي تقوم بها القوات المسلحة الباسلة في سيناء ضد الإرهاب. كمان شدد المجلس في بيان صحفي أمس على ضرورة الالتزام بالبيانات الصادرة عن وزارة الصحة بشأن الحرب ضد فيروس كورونا اللعين وعدم المساس أو الإساءة للأطقم الطبية في هذه الظروف الصعبة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التي كفلها له القانون ضد المخالفين وضد أي محاولة للعبث بمقدرات الأمة بتوقيع أقصى العقوبات والإحالة للنائب العام. رؤية حضرتك. رؤيتي في هذا الإطار باستثناء الرأي وحقيقة المواطنين بالذات اللي عندهم قدرة على تقييم المسألة، باستثناء الرأي والتعليق على الأحداث وفقا لما يرد من أخبار ومعلومات لمصادر رسمية وجهات معنية ومصادر إعلامية مسؤولة ومعروفة، أعتقد أن هذا التوجيه من المجلس الأعلى للإعلام كان مهم للغاية وجاي في هذا التوقيت اللي أعتقد أن الفترة دي حرجة تماما مع الأزمات الثلاثة. الكورونا دي أزمة صحية ولها تأثيرات لا ينبغي أنها تطلق يعني الحابل على النابل. ليبيا والحدود الغربية، وده مسألة أمن قومي وأمن عربي في غاية الأهمية، ويجب أن احنا مش أي كلام نسمعه نتحرك وراه ونردده ونكرره إلى آخره. سد النهضة وهو أم المشاكل اللي المسألة أعتقد أنها دخلت في مساحات يعني تتطلب نوع من أنواع الوعي، لأن ترك الأمور سداح مداح لساحات السوشيال ميديا مع تزايد وارتفاع نبرة التصعيد الكلامي سيكون أمر بالغ الخطورة. وأنا هنا طبعا أتحدث عن الأزمتين تحديدا، سد النهضة والأزمة الليبية. صحيح. وسد النهضة في المقدمة، وكتير جدا على صفحتي وحسابي الشخصي بالفيسبوك كتبت زي ما ناس كتير كتبت وحذرت من تداول رواد السوشيال ميديا للمعلومات المغلوطة دون أن تكون صادرة عن جهات مسؤولة، إما من وزارة الري والخارجية أو المتحدث الرسمي الرئاسة، لأن احنا عايزين نعرف تحديدا في هذه الأزمة أو أزمات غيرها احنا واصلين لفين، عشان واصلين لفين وإلى أي حد، حتى لا ندخل في متاهات ممكن تؤدي إلى مواقف غير محسوبة، لا سيما وإنه شهر يوليو قرب. اللي كتير جدا بيتوقع إن أثيوبيا تبدأ، لو اتكلمنا عن أزمة سد النهضة، تبدأ في ملء السد دون توقيع اتفاق وبشكل أحادي. صحيح. نعم، علينا أن نعلم تماما أن الحرب مش نزهة والأمر جد خطير، وما يصلحش معاه جنرالات السوشيال ميديا ومحترق حروبها، بل إحنا محتاجين في هذا الأمر تحديدا أن اللي بيتحرك فيه أو يكتب فيه يكون نوع حكيم عنده معرفة متخصص، وجنرالات القوات المسلحة
هم اللي بيعرفوا امتى وفين وكيف تكون الحرب. فكلنا يعرف تماما في هذه اللحظات المتربصين بينا وببلادنا ومين بيوقف وراء اثيوبيا وبيدعمها ويجعلها تنسحب وتخرج وتيجي ومد وجزر وحاجات كلنا شايفينها غريبه على اثيوبيا، لان اللي يقرا تاريخ اثيوبيا هذا شعب مسالم تماما فجاه تحول الى ديناصور وعجرفه يعني غير مبرره واشياء كثيره، دي كلها يبقى لاسباب، وبالتالي احنا امام اطراف اخرى كثيره جدا في هذا الموضوع. مصر دوله اقليميه كبيره وقراراتها لازم تتوزن بدقه شديده. أكيد. ولديها طبعا من القوه الناعمه والاوراق ومؤهله للدفاع عن مصالحها وانها تدافع عن نفسها على طاولات التفاوض. اعتقد ان ده كله موجود لديها، وبالتالي موضوع السوشيال ميديا الناس تنتبه تماما ان المساله مش عشان اجيب كومنتات ولا اجيب مش عارف لايكات ولا غيره، وفي الاخر مصلحه وطن نجدها بتراجع. المساله يجب ان تكون بحساب مهم، لكن لا يجب ان تكون ايضا لقمع وكبت حريه الراي والتعليق، لكن لا تتناقل اخبار ليس لها مصادر، لا تتحدث في منطق شائعات. المهم ان يكون الوعي جمعي، الوعي له حسابات واضحه، لاننا بالفعل داخلين للاسف الشديد في ثلاث ازمات. صحيح. جايين في توقيت واحد. ازمات داخل بيوتنا طول الوقت اسمها كورونا، ازمات على حدودنا الجنوبيه من السودان واثيوبيا، وحدودنا الغربيه ليبيا، وحدودنا الشرقيه سيناء وغيرها، وبالتالي انت بتحس كده ان الامر ده كله الناس الان تناقش هذه الازمات على الملأ وعلى الهواء. من يعرف فليناقش، لكن من يردد بغية ان المسألة عايز يجيب يعني لايكات لصفحته ولا عايز يجيب حاجات لليوتيوب بتاعه وتحت وهم الحصول على المال، اعتقد ان ده بالفعل يتطلب نوع من انواع التوجيه والنصح المهم، لاننا في النهاية نحن امام مسؤولية وطن ومصلحة وطن، واعتقد ان هذه هي اللحظات الحاسمة اللي ممكن بالفعل بتخلي كل مواطن في حد ذاته هو مسؤول عن هذا الوطن. صحيح، أتفق مع حضرتك جدا. طيب خليني أروح مع حضرتك لتصريح وزير المالية بالأمس خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة الجديدة. قال محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصري كان يسير في الطريق الصحيح لولا جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية ستمكن الاقتصاد المصري من التعافي سريعا من آثار الأزمة. وأضاف أن مصر تمكنت من النزول بالدين العام بنحو 25%، وهذا لم تحققه دولة في العالم، وفائض أولي في دولتين فقط، مصر رقم 2، والحكومة أنجزت إصلاح مالي ونقدي واقتصادي أشاد به العالم، والثقة جعلتنا نطرح سندات دولية في أوقات وظروف صعبة وتحظى بثقة المستثمرين. رؤية حضرتك. بص، كلنا طبعا عارفين أن في الفترة اللي فاتت وقبل ما تحل علينا هذه الجائحه اللعينه، بعد تعويم الجنيه، الكلام ده من يعني من 3 سنين ولغايه مرحله قريبه يعني ما قبل فبراير، الناس كتير جدا لما تم تعويم الجنيه توقعت يعني ان يكون هناك انهيار شديد للجنيه امام الدولار، والا ان فوجئ الجميع ان الجنيه بيصمد وبينهض وسعره بيتحسن بشكل خلى يعني كل المصريين يعني يبداوا ياخدوا نفسهم ويقولوا اهو الجنيه وقف والجنيه بتاعنا كذا، وبدات لدرجه ان كان هناك تفاؤل بان الجنيه ممكن جدا لو الظروف مشيت عاديه ان كنا هنلاقي يعني الدولار يبقى ب 9 جنيه مش ب 16 او 17 زي ما احنا داخلين هذه المرحله. واعتقد ان العوامل بتاعت التعويم واللي خلت الجنيه بيصمد في الثلاث سنين ما قبل الجائحة ده جه نتيجة طبعا في انتعاش بدأ يحصل، عائدات السياحة بدأت تزيد، قناة السويس بدأت تتحرك، تحويلات المصريين في الخارج ودعم من بعض الدول العرب الأشقاء المالي لمصر، وضيفي على ده مجموعة من القرارات اللي ساهمت
في صمود الجنيه. طبعا زي موضوع تقليص، وطبعا يعني مقربين على ازاله دعم الوقود والميه والكهرباء والمواصلات، والدوله عملت برضو تقليص لفاتوره الحاجات الكماليه، السلع الكماليه اللي بتستورد من بره، وشفنا زياده للصادرات المصريه تحديدا كمان في مجال الزراعه، وقيمه الواردات طبعا قلت. كل العوامل دي خلت الجنيه زي ما بيقولوا بيشم نفسه ويقدر يعني يقاوم. ولكن للاسف الشديد ان هذا التحسن لم يشعر به الكثير من المواطنين، وشعرت به نخبه قليله، وغالبيه المصريين يعني برغم من هذا التحسن اللي كان واضح كانوا عم على طول يشكوا من ضعف القوى الشرائيه وارتفاع الاسعار، ودايما كان بيسالوا طيب يعني لما الدنيا كويسه ليه الاسعار بتعلى؟ ورغم ايه تعادل تراجع معدلات التضخم الامر ده كان المشهد ده قبل جائحه كورونا بالضبط. لما جاءت الجائحه بدانا نحس ان الجنيه بيتراجع قليلا، ووزير الماليه الى حد كبير تصريحاته فيها نسبه كبيره جدا من الواقع ومن الصحه، وبدانا نشوف دلوقتي الدولار بيسجل 16.21، وانه الانخفاض في سعر الجنيه ممكن في ظل الخسائر الاقتصاديه اللي سببتها جائحه كورونا يعلى الفتره الجايه، وممكن جدا الدولار بيوصل 17 وبتاع. لكن كل الناس وكل خبراء الاقتصاد من خلال التقارير اكدوا ان ده امر استثنائي، وان هذه مرحله مؤقته، لان كمان الشهور الثلاثه اللي فاتت شفنا قد ايه سحب من موارد النقد الاجنبي والسياحه زي ما شايفين حالها تكاد تكون، واللي دي بتمثل 5% من الناتج المحلي تاثرت كثيرا، تحولات المصريين تاثرت كثيرا، عمليه نزوح كبيره للنقد الاجنبي من اسواق المحليه، كل ده في النهايه لازم ياثر على فكره الجنيه، ولازم يحصل التراجع ويحصل هبوط الموارد الدولاريه. طبعا كلنا حاسين بفكره ان الدولار يعني لما تروح البنك مش زي الفتره الاولانيه، وده موجود في كل دول العالم، وبالتالي مع استمرار التداعيات دي كلها اللي هي مش على مصر بس بل على العالم كله، انا يعني اتوقع وكما يتوقع كتير جدا من المتخصصين في الاقتصاد والمال، واكثر من مره قريت تصريحات لي يعني رؤساء الجمعيات المصريه والعربيه للاستثمار ان الموضوع هيفضل شويه ممكن جدا شهر شهرين ثلاثه، لكن الامر هيرجع تاني. وممكن اللي بيطمنا ان في خطوات بدات مصر بتتخذها لتدبير السيوله الاجنبيه دي اللي ممكن تعمل مشكله، اللي هي اصدار السندات الدوليه. عموما الضغط على الجنيه اللي كان صامد الفتره اللي فاتت اعتقد انه هيكون شديد شويه، لكن ده هيبقى مرتبط باستمرار التراجع الدولاري في البلاد، وبالتالي فكره الفتح وفكره ان الانشطه لازم تعود والسياحه ترجع، اعتقد ان دي ممكن تبقى اجراءات برغم ان هناك تخوفات، لكن في النهايه الاجراءات الاحترازيه يجب ان تكون موجوده وبشكل واعي حتى نلحق ويتم انقاذ الاقتصاد ويظل الجنيه على صموده كما كان في مرحله ما قبل كورونا، وتحديدا السياحه وتحولات المصريين. كل ده اتصور ان مع عمليه الفتح المتوقعه خلال يعني اول يوليو تبدا الطيارات، تبدا الانشطه الرياضيه، الانشطه الاقتصاديه، ممكن ده في اجراء عمليات ضبط حاسمه وصارمه من الاحترازيه، اعتقد ان ممكن جدا الازمه تعدي، وده في النهايه بتوقف زي ما بقولنا على فكره الوعي، الاعلام خطابه لابد ان يكون واضح ومحدد وموحد، خطاب الصحه تحديدا لابد ان يكون واضح ومحدد وموحد، لان كل يوم بنسمع بيان من مسؤول هنا وبيان من مسؤول هنا، فده في النهايه بيساهم في ارتباك الحاله الذهنيه للناس، فكره التركيز
كل دي منظومة كاملة لابد انها تبقى عاملة زي الفسيفساء، تبقى تركيبة صح عشان تعمل في النهاية جدلية متماسكة شكلها حلو تقدر تصمد امام اي شخبطة بتحصل اللي هو اي طارئ من اللي احنا فيه. صحيح. طيب خلينا نروح مع حضرتك لمنشات اخر معانا خاص بتصريح لوزير الاتصالات بيقول اتاحة 37 خدمة الكترونية جديدة للقطاع الخاص في يوليو. قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات خلال لقائه امس مع اعضاء غرفة التجارة الامريكية عبر تقنية زوم ان رقمنة الخدمات الحكومية يأتي في اطار استراتيجية الوزارة للتحول تدريجيا الى مركز اقليمي رائد في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واكد طلعت خلال اللقاء الذي اداره شريف كامل رئيس الغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة انه سيتم توفير 37 خدمة الكترونية تمثل خدمات مباشرة للقطاع الخاص بدءا من يوليو القادم، من بينها خدمات تغيير بيانات مجالس إدارات الشركات أو تغيير الأنشطة أو إضافة أعضاء جدد لمجالس الإدارات، وده يعني تكملة للتحول الرقمي اللي كنا بنتكلم عليه من شوية. أيوة. مع حضرتك. نعم فد. نعم زي ما قلنا إن, 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 إن كورونا أحدثت نقلة من منطقة إلى منطقة وألقت بالعديد من الظواهر الجديدة في مجال العالم الرقمي، يعني أعتقد إن دي أهم نتيجة الناس بدأت تستشعرها إزاء هذه الجائحة الكورونية، وبدأت تحس إن هناك تغيير وفي حاجة جديدة هتبدأ تظهر على السطح وتبدأ معاملات الناس فيها، اسمها التعليم عن بعد. صحيح. والتعامل الرقمي هيبقى هو زي ما بيقولوا العامل الأساسي في تعاملات البنوك والخدمات المصرفية وشركات القطاع الخاص والتعليم وأشياء كثيرة جدا، وده أعتقد لازم يتم لأنه هيكون أحد أسباب أن العملية التنموية تستمر، عملية الاقتصاد تستمر، في نفس الوقت أن نفس الموضوع بيبقى واحد من أهم الركائز القضاء على هذا الفيروس والتعامل معاه، لأنه التباعد أعتقد أنه من أهم العناصر الأساسية لمقاومة هذا المرض. وبالتالي بقينا أمام منهج عام، منهج عمل عام اسمه التحول الرقمي والعالم الرقمي. وده طبعا هتلاقي شركات القطاع الخاص كلها والأجهزة الحكومية كلها بدأت تستخدمه، وبالتالي وزارة الاتصالات هنا الخدمات بتاعتها لازم تبقى مواكبة للظاهرة اللي بتزيد بسرعة جديدة جدا. يعني بتجري العالم كله بيجري في المنطقة دي، وبقى دلوقتي الناس وبعدها في بيوتها وتعمل كل حاجة بطريقتها. يعني شفنا الاجتماعات دولية بتتعمل كل واحد من مكانه، والاجتماعات بتؤدي نفس النتيجة، نفس الطريقة، نفس المناقشات، وكانوا قاعدين مع بعض. وده بيخلي العديد من الشركات بدأت تفكر حتى في موضوع العمالة، بدأت تفكر تعيد خريطتها من جديد، وكل واحد بدأ يفكر برضو بمنحة اقتصاد وبطريقة اقتصادية، ان كثير جدا من الامور اللي كانت بتطلب توفير تذاكر سفر وتكاليف غيره، ان ممكن جدا الفترة الجاية يتم الاستغناء وتوفير هذه التكاليف، ويضع الفائض من ده في رفع الانتاجية اللي تأثرت بشكل كبير جدا. اعتقد ان نجاح مثل هذه التجارب ان ممكن يلهم العديد من المديرين والمسؤولين في المستقبل انهم يطوروا ده، وفي نفس الوقت الاقتصاديات مع التعامل والتعايش مع كورونا هتبدأ تتعافى، وصناع القرار يقدروا يبتكروا اكثر للتأقلم مع ما يسمى بهذا التحول الرقمي. الفترات المقبلة اللي ممكن الناس اعتقد بدأت تستشعرها حتى في مصر، وان كانت محتاجة توسع شوية، هنلاقي حملات كتيرة جدا من البنوك. خدمات المصرفية هتبقى هي الأكثر رقمنة، والتعليم هيبقى أكثر رقمنة. يعني تقدر تقول ان الهواتف الموبايل والمحمول اللي نقول عليه الهواتف الذكية للعملاء واللاب اللي هي الحواسب الشخصية هتكون هي القناة الأساسية أو العامل الرئيسي في الحصول على الخدمات
المصرفي، وبالتالي هنلاقي اعلانات كتيره جدا في الفتره اللي جايه البنوك بتوعي العملاء، وبالعكس ممكن تدي كمان خدمات للي بيستخدم المساله الرقميه اكتر من اللي شغال على قديمه، وممكن جدا بعض البنوك توفر فروع في اماكن بعيده وتقفلها وتكتفي بهذا التعامل الرقمي. نحن امام ثوره رقميه صحيح. يعني جاءت بامر كورونا وبشكل اذا على طريق خلاص كتب علينا التحول الرقمي، يعني ايا كانت الامكانيات ويجب ان نتعامل ونتكيف مع هذا الموضوع ونسارع. واعتقد ان وزاره الاتصالات هتكون من اهم الوزارات في المرحله اللي جايه اللي تتطلب كفاءات مهمه وشغل على برامج وتطوير مستمر، وليس على الطريقه البطيئه اللي هي كل شويه النت بيقطع وتتصلي وتعالوا في الاخر يقول يا فندم طب في الراوتر وشغله تاني. هذه اشياء ينبغي انها تنتهي من قاموس الحياه اليوميه في التعامل مع العالم الرقمي الجديد اللي بيتطلب ان تكون هذه الامور منضبطه ومتماسكه وبها زي ما بيقولوا عناصر واضحه تماما زي العالم كله ما بدا يشتغل وبدا يعني يتغلب على كل العقبات اللي بدات تواجهه في ظل هذه الجائحه. صحيح. طيب خليني اختم مع حضرتك منشطتنا، معانا منشط خاص بخبر بيقول قاعده بيانات لتخصيص الاسره الشاغره في المستشفيات الجامعيه لمرضى كورونا. عقد امس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتوره هاله زايد وزير الصحه والسكان وعدد من المسؤولين اجتماعا بمقر وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لمتابعه تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشان جهود مواجهه فيروس كورونا، حيث تم التاكد من البدء في تفعيل ربط قاعده بيانات الاسره الشاغره بمستشفيات وزاره الصحه مع قاعده بيانات المستشفيات الجامعيه حتى يتسنى ان تكون متاحه لدى الغرفه المركزيه بوزاره الصحه وامانه المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه وسيارات الاسعاف لتيسير وسرعه نقل المرضى والحالات الحرجه طبقا للاماكن الشاغره بمستشفيات وزارة الصحة وأيضا المستشفيات الجامعية. كمان تم التشديد على ضرورة مراجعة مخزون أرصدة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية من الأدوية والمستلزمات الطبية على مدار الساعة، وده أيضا استكمالا لكلامنا. تفضل. بص واضح أن يعني الفقرة بتاعتنا كلها من بالزبط. أولها لأخرها رقمي صحيح. يعني طبعا موضوع قاعدة بيانات ايضا بنتكلم هنا في اطار علم البيانات وبنتكلم في اطار المساله الرقميه. وانا للامانه كنت اتمنى ان السيد وزير التعليم العالي ما يخليش قاعده البيانات دي للاسره الشاغره، لا ده يعني ان علم البيانات ده يبقى علم وقاعده بتستخدمها الجامعات المصريه وبتستخدمها وزاره التعليم العالي في مواجهه هذه الجائحة بطريقة مثلما تفعل الجامعات في الدول المحترمة برا والمتقدمة. يعني الموضوع ما لا يجب أن يتوقف بس على الأسرة الشاغرة والأدوية والمتابعة وتبقى المسألة محصورة بالطريقة، بل بالعكس إن احنا يعني يا ريت تبقى وزارة التعليم العالي صحيح. الآن قبل فوات الأوان بتفكر في حاجه مشروع معلوماتي بيساعد الجامعات على القيام بدورها البحثي والعلمي. نتمنى. بحث وعلمي لايجاد علاج لهذا المرض. ناس المصريين نفسهم تطلع جامعه تقول انا اكتشفت علاج لهذا المرض، لكن حاسين كل العالم حوالينا كل يوم بيعلن، مره اليابان بتقول وبعدين روسيا تقول امريكا تقول بريطانيا تقول، واحنا بنتناقل الاخبار وجامعاتنا هنا قاعدة ما فيش أي قواعد بيانات حقيقية بتخدم فيما يتعلق بمشروع البحث العلمي. يا دوب نلاقي ظواهر فردية شخص مشترك مع فريق بحث وتلاقيه عايش بره. وللأمانة ده بيخليني أفتكر هنا جامعة زويل وجامعة النيل. الجامعتين دول لما تأسسوا اللي أسسوهم الدكتور أحمد زويل والدكتور إبراهيم بدران، الاثنين لما أسسوهم كان في ذهنهم ان الجامعتين دول يبقوا على طريقه الجامعات العلميه البحثيه اللي بره زي هارفارد وزي هوبكنز
الجامعات اللي هي ليها سمعة مهمة جدا. فين بقى الجامعات دول بيعملوا ايه لغاية دلوقتي؟ صمت غير عادي. يعني يدوب بقى حتى الأخبار عن جامعة زويل اللي كانت تملأ الدنيا في موضوع تبرعات ليها، الخناقة اللي بين زويل وجامعة النيل قعدنا 3 سنين. طيب أدينا في أزمة، ماذا قدمت هذه الصروح العلمية لهذا الوطن؟ وإيه اللي عملوه؟ لازم حد يطلع لنا ويقول لنا، خاصة أني رئيس جامعة زويل ومسؤول عنها، واعتقد ما ليه فترة ما بيجيش، اللي هو دكتور مصطفى السيد صاحب العلاج الشهير للسرطان بالذهب. يعني كل هذه المسائل بالفعل احنا محتاجين نشعر بان التحول الرقمي ده وقاعدة البيانات بدأت بالفعل تدخل الجامعات ومنظومة الجامعات بشكل غير عادي. نتمنى. مش عايزين ننسى ان التعليم عن بعد قادم بقوة. صحيح. ان مدارس كتير بدأت تخطط للتعلم عن بعد. صحيح. وبالتالي على الجامعات التعليم العالي لا يهتم بقاعدة بيانات لأسرة، وكلنا عارفين المدن الجامعية ومشاكلها، وقاعدة بيانات يجب ان تكون واضحة لتجعل صورة المدينة الجامعية ان كانت لخدمة هذه الظروف الاستثنائية أو لخدمة الطلاب فيما بعد. يا رب. والجامعة بالفعل هي أشد الأماكن احتياجا. أكيد. للظاهرة الجديدة. أكيد. اللي هو التحول الرقمي وقواعد البيانات. أثقلنا على حضرتك يا أستاذ أبو العباس، أنا بشكرك جدا على تحليلك الصحفي الأكثر من رائع. بشكرك أستاذ أبو العباس محمد الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا فقرتنا الصحفية خلصت، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الأخيرة زي ما قلنا نتكلم فيها عن صناعة الجلود مع أستاذ ماجد مكرم غالي سليمان عضو غرفة صناعة الجلود وعضو مجلس صناعات الجلود المتطورة. خليكم معي.